هذا يقول أرجو شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء المراد بهم ناس دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام وماتوا في لحظتهم، مثلا أسلم وقتل وما تمكن من العمل، هذا يخرج من النار، لأنه أما الذي أسلم وآمن وترك العمل كله ولم يعمل شيء هذا ليس بمؤمن. اللي ترك العمل باختياره، ترك العمل باختياره، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة ولا يحج بيت الله حج الفريضة ولا يترك المحرمات ولا يفعل الواجبات ويقول يكفي الإيمان في القلب، هذا ليس بمؤمن ولا يخرج من النار. إنما يخرج من النار الذي آمن ولم يتمكن من العمل، بأن مات في الحال أو قتل في الحال ولم يتمكن من العمل بعد ما نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام. نعم. ويا إخوان، الأحاديث والآيات ما يؤخذ دليل واحد وتترك بقية الأدلة، نقول هذا دليل على أن العمل ما هو بشرط الحديث هذا، نقول لا، العمل من الإيمان لابد منه بدليل بالأدلة الأخرى، نجمع بين الأدلة. الأدلة الأخرى دلت على أن الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يترك المحرمات ولا يفعل الواجبات، دلت الأدلة على أنه ليس بمؤمن وأنه من أهل النار. ما نأخذ حديث واحد ونترك بقية الأحاديث التي تقيده وتفسره وتبينه، هذه طريقة أهل الضلال الذين يتبعون ما تشابه منه، كما قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الراسخون في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يفسر بعضه بعضا، هذه طريقة الراسخين في العلم، ما يأخذون طرف ويتركون الطرف الآخر. نعم.